السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي، ومعانا النهارده ليسونز 4 و5، الدرس الخامس والسادس من يونت 1 من الوحده الاولى بعنوان وي بلانت اور فود، نزرع طعامنا. خدنا مع بعض اول 3 دروس كل درس فيديو، والنهارده هناخد الدرس الرابع والخامس في فيديو. رايتنج كتابه، بروجكت مشروع، صفحه 48، صفحه 48 من كتاب المعاصر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. فوكابلري الكلمات، كيف فوكابلري الكلمات المفتاحيه. ingredients هنا التي لا تنطق، عشان لو قلت ingredients تبقى تقيله، فالتي لما يجي وراها اس في الاخر لا تنطق تخفيفا للنطق، يبقى ingredients مكونات. Ingredients مكونات. Oven. Foreign. طبعا Ingredients هنا بمعنى مكونات الطعام أو مقادير الطعام، يعني بعمل أكلة فمحتاج مكوناتها. Oven. Foreign. ملوخية اللي هي الملوخية. Recipe. وصف الطهي أو وصف الطعام، زي مثلا البسبوسة. إيه هي الريسيبي بتاعها؟ بسبوسة. البسبوسة طبعا. سيمولينا دقيق سميد. سيرب شراب او شربات، اللي هو بيتعمل ميه مثلا وسكر وبيتحط على ايه؟ على البسبوسه. لنتل سوب شوربه عدس. في صب وفي سوب، هنا صب يعني صابونه، لكن سوب شوربه. انا بتكلم على لنتل سوب، شوربه ايه؟ عدس. اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. دايموند يعني ماسة. شوجر سكر. ميكستشر ميكس لوحديها يعني يخلط. ميكستشر خليط. نايف الكي سايلنت لا تنطق. نايف سكين. سوسبان قدر أو إناء صغير. سوسبان دش طبق. بتر زبدة. شيب شكل من الأشكال. كوكتيل جوس عصير كوكتيل. بيكنج باودر اللي هي الخميرة أو خميرة الخبز. أمونتس هنا ال سايلنت لا تنطق. أمونتس اللي هو اللوز. أمونتس. ملتد مذاب. ملتد conjugation of verbs تصريف الافعال. هنا في افعال regular منتظمه وirregular غير منتظمه او شاذه. المنتظمه عشان احولها من present مضارع لباست ماضي بحط لها مقطع ثابت. طب الغير منتظمه بيتغير شكلها. طب تعال نشوف كده المنتظمه. baked هنا زودنا دي بس اخرها ايه فحطينا دي. baked يخبز خبزه. mixed هنا حطينا لها اي دي عشان اخرها اكس. poured يصب صبه. boiled يغلي غلا. shared يشارك. يبقى نلاحظ حاجه، ان لما اجي احول المضارع الماضي في الحالات دي هنا لو اخرها اي زي bake او share بحط لها دي بس، لكن غير كده بحط له ايه؟ ايدي. طبعا في حاله لو اخره واي قبل حرف ساكن يحول الى اي ايدي، بس الحالتين اللي قدامنا اخرها ايه حطينا دي والباقي حطينا ايدي. طب تعال نشوف الشاذ بيتغير شكلها. ميك ميد يصنع صنع. بوت يضع وضع، يا مستر ما هي نفس الشكل. هنا في افعال تبقى كما هي في المضارع والماضي فبرضه تدخل تحت نطاق الافعال الشاذه، واعرف معنى الجمله من سياق الجمله او من كلمه زمنيه بتدل على الماضي. put take took يأخذ أخذ. cut يقطع قطع. find found يجد وجد. important expressions and propositions يعني تعبيرات وحروف جر مهمة. way out بمعنى يزن. way جي اتش هنا لا تنطق. for about 10 minutes يعني لمدة حوالي 10 minutes 10 دقائق. turn on يعني يشغل اقول له turn on the TV مثلا، عكسها turn off. take out يأخذ. طب take out
يخرج أو يخرج شيء. باي هاند يعني بيسلم حاجة باليد. باي هاند. لوكس ريلي بريتشي. لوكس ريلي بريتشي يعني تبدو جميلة جدا. في اختصارين هنا ابريفيشنز اختصارات. تي اس بي ده اللي هي تي سبون، يبقى دي تي سبون. تي سبون تي سبون يعني ايه؟ معلقة شاي اللي هي سمول سبون، معلقة صغيرة. طب دي تيبل سبون اللي هي تيبل سبون. لارج سبون معلقة كبيرة. بدل ما اكتب تي سبون اكتب الاختصار، او تيبل سبون اكتب الاختصار. تي سبون خد التي الاولى في تي شاي، وخد الاس والبي في سبون بقت تي سبون. طيب تيبل سبون معلقة كبيرة، خد التي والبي في تيبل والاس والبي في سبون، يبقى دي تي سبون ودي تيبل سبون، تي سبون ودي تيبل سبون. ونكمل صفحة 49 49. هنا بدأ بسؤال What is the recipe for؟ هي الوصفة دي لإيه؟ هنتكلم عن وصفة ونعرف الوصفة دي بتاعت إيه. My favorite recipe يعني وصفتي المفضلة. My favorite recipe. We cook نحن نطبخ أو نطهو lots of different things الكثير من الأشياء المختلفة. such as هنا such as بمعنى مثل أو زي. lentil soup يعني شوربة عدس. فول مدمس and ملوخية. my favorite thing to bake يعني أفضل شيء لي أو الشيء المفضل لكي أعمله is بسبوسة. بتحب البسبوسة أو بيحب البسبوسة. this is how you make it دي طريقتها. تعال نشوف كده واحدة واحدة. first أولا you need to، need to بيجوها المصدر. you need to انت محتاج ايه؟ turn your oven on تشغل الفرن. turn on يعني شغل. turn your oven on يشغل ايه؟ الفرن. to get it hot عشان تخليها سخنة شوية الفرن قبل ما نعمل اي حاجة. then ثم weigh out اوزن the ingredients هنا المكونات او مقادير الطعام بوزنها. اشغل الفرن وبوزن ايه؟ عايز قد ايه دقيق؟ قد ايه مثلا كام بيضة؟ then you mix زي السيمولينا. بتبدأ بقى ايه؟ تقلب، تخلط السيمولينا والكوكونات المكسرات او جوز الهند، شوجر السكر، and melted butter والزبدة السايحة او الزبدة المذابة، تخلطهم كده مع بعض. you should mix ينبغي ان تخلط، should بيجوها المصدر، should ينبغي للنصيحة المصدر. you should mix these ingredients لازم تعملهم by hand باليد، لازم كده بايدك تكون نظيفة وتقعد ايه؟ تقلب تقلب تقلب. I love I love أنا بحب، وأنا love يحب بقوة، يحب بمشاعر. أنا بحب أوي، بحب أوي doing this، بحب أعمل الحركة دي كويس. love بيقولها ing. then you add ثم أنت بتحط زي يوجرت الزبادي and pour وتصب the mixture الخليط into a baking dish في طبق إيه؟ baking طبق خبيث كده صغير كده أو كبير على حسب، تحط فيه إيه؟ المقادير بتاعتك بعد ما تقلبها. You can تستطيع use a knife تستخدم سكينة to make diamond shapes عشان تعمل ايه؟ أشكال ماسية شبه الماسة كده، أشكال تعمل أشكال من الايه؟ من البسبوسة. on top of the بسبوسة أو على فوق أو فوق البسبوسة. on top of put حط an almond حط الأموند. طبعا ال لا تنطق زي ما قلنا أموند. حط اللوز on each diamond على كل شكل ماسة. it looks really pretty يبدو جميل جدا. بيك ذا بسبوسه، بيك ذا بسبوسه يعني اخبز البسبوسه او حطها in the oven في الفرن for 30 minutes لكام دقيقه؟ ل 30 دقيقه. ميك ذا سيرب اعمل الشربات. بعمل ازاي الشربات؟ بوت ذا هاني حط العسل water الماء and ليمون والليمون ليمون جوس عصير ليمون into a saucepan في السوسبان. اوكي في السوسبان في القدر او الاناء الصغير. بويل اغلي ذا ميكستشر الخليط فور اباوت 10 مينتس لحوالي 10 دقائق. تيكت خده اوت اوف ذا اوفن من على الفرن. ذن بور ذا سيرب ثم صب الشراب او الشربات اوفر ذا بسبوسه على البسبوسه. كات ذا بسبوسه قطع البسبوسه اند شير ات وشاركها ويز يور فاميلي مع عائلتك. السؤال الاول How should we mix is ازاي ينبغي ان نخلط the ingredients المكونات of بسبوسه by hand. How can we make the syrup ازاي بنعمل الشربات؟ هنشوف. هنا قلنا بط
اول حاجه بنحط زهري العسل، قوطة الماء، اند ليمون جوس وعصير الليمون، انتو اسوس بينا، ثم بويل، اغلي ذا ميكستشر لقد ايه؟ فور اباوت لحوالي 10 minutes. 10 ايه؟ minutes. لاحظ حاجة ان هو استخدم هنا صيغة الامر، عطى اوامر عشان يعمل بسبوسة، بيك اخبز فعل في اول الجملة بدون اضافات، كات اقطع فعل في اول الجملة بدون اضافات، يبقى فعل الامر يأتي في اول الجملة بدون اضافات. بدون اضافات ليه؟ عشان اقول له اعمل كذا، بيك او كات. تاني حاجه استخدم كلمات تعبر عن الترتيب، انا عايز اعمل حاجه ما ينفعش خطوه قبل خطوه، فقول فيرست اولا، زين ثم، افتر ذات بعد ذلك، ثم اتسترا ثم الخ. يبقى لازم ارتب طريقه عمل البسبوسه، والا الطريقه او البسبوسه مش هتطلع كويسه. ونحل جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامه، اون ليسونز على الدرس 4 اند 5 الرابع والخامس، صفحه 50، صفحه 50 من كتاب المعاصر. السؤال الأول listen and write T true or F false. استمع واكتب T لو الجملة صحيحة or F لو الجملة خاطئة. هسمع ونحل. لو الموضوع صعب بالنسبة لك اقرا الأول الجمل وحاول تستنتجها إن هي صح أو غلط، وخاصة لو ليها علاقة بدرس من دروس المنهج كده تسمع المستر هتلاقي الموضوع سهل. نسمع مع بعض. To make بسبوسة we put honey, water and lemon juice into a saucepan. يبقى دي true. نفس الجملة اللي قلتها، عشان نعمل العسل نحط، عشان نعمل البسبوسة بنحط عسل وعصير ليمون في السمنة. نكمل السماع. We boil them for about 10 minutes. تمام. Until it becomes thick syrup. Finally we pour the syrup over the basbousa. هنا over the cheese. False. يبقى true true false. يعني بنحط الشربات على الجبنة؟ لا طبعا، جبنتين اللي بنحط عليها الشربات. السؤال التاني. choose اختار نقط all the ingredients in a big bowl by hand. عايز اقول له قلب او اخلط كل المكونات في طبق كبير بالايد، يبقى mix. we use the نقط بنستخدم ايه؟ to mix to make diamond shapes عشان نعمل اشكال ماسيه. on top of the بسبوسه على البسبوسه بنستخدم اكيد، هل هي نايف السكينه؟ اكيد نايف السكينه. We haven't got نقط مانجو تريز in our garden. ما عندناش أي من أشجار المانجو في حديقتنا. دي جملة منفية، جه وراها أشجار مانجا يعني جمع، يبقى إني. لو كان مثبتة كنا اخترنا صم مع الاسم الجمع. طب لو ده اسم مفرد يعد، كنا اخترنا آ أو آن. والقاعدة بنشرحوها على الوايت بورد بصورة سهلة وبسيطة. نمبر 4 نقط ذا بسبوسة with your family. شير يعني شارك. فعل أمر يأتي في أول الجملة بدون إضافات. فعل أمر يأتي في أول الجملة بدون إضافات. السؤال الثالث read and match، اقرأ وصل A with B، العمود A بالعمود B. My sister cooked يعني أختي طبخت. عملت إيه يا ترى؟ يبقى lentil soup yesterday، شوربة عدس امبارح. I bought the ingredients، أنا اشتريت المقادير أو أنا اشتريت المكونات، يبقى to make a cake عشان أعمل كيكة. I put the syrup into، أنا حطيت الشربات into a big saucepan. You need to، أنت محتاج إيه؟ turn your oven on، تشغل الفرن before baking، قبل الخبيث. السؤال الرابع read the text، اقرأ النص and answer the questions، وأجب عن الأسئلة. We cook، بنطبخ. Lots of different things، الكثير من الأشياء المختلفة. Such as، مثل. lentil soup، شوربة عدس، فول مدمس والفول المدمس، and ملوخية والملوخية. My favorite thing to bake، يعني أفضل شيء إن أنا أعمله is بسبوسة. This is how you make it، دي طريقته. First، أولا you need to، أنت محتاج إيه؟ turn your oven on، تشغل الفرن، to get it hot عشان تبقى سخنة. Then weigh out the ingredients، أوزن المقادير أو المكونات. زين ثم you mix the semolina،
بتقلب الدقيق، كوكونات، المكسرات، شوجر، السكر، اند ميلتد باتر والزبده السايحه. يو شود ميكس ذيز انجريدينتس، ينبغي ان تخلط هذه المكونات باي هاند باليد. اي لاف، انا بحب، دوينج ذيس، اعمل ده. زين ثم يو اد ذا يوجرت، بتحط الزبادي. اد بور ذا ميكستشر، وبتقلب او بتصب الخليط انتو ا بيكنج ديش، في طبق. يو كان يوز ا نايف، ممكن تستخدم السكينه. تو ميك، عشان تعمل دايموند شيبس، اشكال شبه الماسه. اون توب اوف ذا بسبوسه، اعلى البسبوسه. بوت ان اموند، حط اللوز اون ايتش دايموند، على كل شكل ماسه. ات لوكس ريلي بريتي، تبدو جميله حقا. بيك ذا بسبوسه، اخبز البسبوسه. ان ذا اوفن، في الفرن. فور 30 مينتس، لكام دقيقه؟ ل 30 دقيقه. ونحل اسئله القطع، صفحه 51 51. The underline word pretty، كلمة pretty means معناها ايه؟ أكيد beautiful، جميلة. This text is about، النص ده عن ايه؟ How to bake بسبوسة. السؤال التاني أو النوع التاني من الأسئلة على القطع بيقول لي answer، أجب. What are the أو the ingredients of بسبوسة؟ ايه مكونات أو مقادير البسبوسة؟ ممكن أقول ايه؟ سيمولينا، الدقيق، كوكونات، شوجر، اند ميلتد باتر، كسرات وسكر وزبده سايحه. وات ثينجز كان كوك، ايه الاشياء اللي ممكن نطهوها؟ طبعا كتير. عايز تقول لينتل سوب، شوربه العدس، فول مدمس، كل ده لازم يتسخن او يتعمل على النار. اند ملوخية، عايز تحط بسبوسة مفيش مشكلة. اند ايه؟ ملوخية، اند ملوخية. السؤال الخامس، ري اوردر ذا ووردز، اعد ترتيب الكلمات. تو ميك كوريكت سنتنسز، عشان تكون جمل صحيحة. وي، يبقى وي كان ميك ديليشيز مانجو جوس، ممكن نعمل عصير مانجا لذيذ. وي كان ميك ديليشيز مانجو جوس. يو شود ميكس ينبغي أن تخلط the ingredients المكونات باي هاند يدا او باليد. بوت يعني حط. ذا امونز يعني حط ايه؟ اللوز. بوت ذا امونز اون على توب اوف ذا بسبوسه. توب اوف، هنا جايب لي بسبوسه بس مش زي بسبوسه، فيفضل تبقى بوت امونس، عشان هنا كده جمع. حط اللوز اون توب اوف زي بسبوسه، على البسبوسه. بوت امونس اون توب اوف زي بسبوسه. نمبر فور، شي لايكس تو كوك ملوخيه. شي هي لايكس، بتحب، تو كوك ملوخيه. السؤال السادس، بانكت ويت، وات ديشز كان يو ميك ويز ابلز، ايه الاطباق اللي ممكن تعملها بالتفاح؟ هنا الدبليو كابيتال. في نهايه السؤال كويستشن مارك، علامه استفهام. السؤال السابع، رايت ا باراجراف، اكتب فقره اوف اباوت 40 words، من حوالي 40 كلمه. يوزنج ذا فولوينج جايدنج المز، باستخدام العناصر الارشاديه. Your favorite recipe، يعني وصفتك المفضلة. جيب لي ميكس، يخلط واوفن فرن. فلما اجي احط الكلمات احط الكلمتين دول في الجمل، احول يور لماي، العنوان يور بحولها لماي، تبقى ماي فيفوريت. recipe، وصفتي المفضلة. اسيب مسافة في اول الجملة، اقول مثلا ماي favorite
ريسيبي، وصفتي المفضلة، تو بيك، إيز بسبوسة. أنا بحب البسبوسة. طب تعال نحط بقى الخطوات. أول حاجة يو نيد تو تيرن يور اوفن اون، محتاج تشغل الفرن. تو جيت ات هوت، بعد كده واي اوت، اوزن ذا انجريدينتس. بعد كده يو شود ميكس، ينبغي أن تقلب the ingredients، المكونات. بعد كده ممكن أقول إيه؟ I love it. لو أنت لقيت العدد زاد عن 24 كلمة، هنا طبعا عايز كام كلمة؟ عايز 40، 24 سنة 4، 40 سنة 5، هنا مش هيكملوا 40، فهنكمل مع بعض. فدول حوالي 30 كلمة، حوالي 30 كلمة، محتاجين حوالي 10 كلمات. ممكن أقول إيه؟ يو كان يوز أنايف، ممكن تستخدم إيه؟ السكينة. ليه يا ترى؟ تو ميك، عشان تعمل دايموند شيبس، أشكال مصرية. اون توب اوف ذا بسبوسة، يبقى لازم أكون حافظ الطريقة وعارف إزاي أكون الجملة عشان أقدر أكتب صح والموضوع يبقى سهل وبسيط. كده يبقى خلصنا جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامة على الدرس الرابع والخامس، يونت 1 مناهج كونكت 5، مناهج الصف الخامس الابتدائي. ونحل مع بعض تيست يور سكيلز، يعني اختبر مهاراتك على يونت 1 على الوحدة الأولى بعنوان وبلانت اور فود نزرة طعمنا صفحة 55 55. هنا السؤال الأول جه لي محادثة كده سهلة وبسيطة، كلمات بحطها في الفراغات، إناس ودنيا. إناس بتقول إيه؟ واتس يور فيفورت فود، إيه طعامك المفضل؟ يا دنيا قالت لها اتس تشوكليت، يعني انه الشوكولاته، او انا بحب الشوكولاته. بات اتس ان هيلثي، ولكنها ليست صحيه. فقالت لها دو يو لايك هيلثي فود، انت بتحب الطعام الصحي؟ قالت لها يس اي لايك ايه، اي لايك تشيكن، انا بحب الفراخ وفيش السمك اند مانجو والمانجا. قالت لها دو يو هاف اني مانجو تريز، عندك اشجار مانجو ان يور جاردن، في حديقتك؟ قالت لها يس اي دو، ايوه عندي. السؤال الثاني هنا جايب لي ايه؟ ريد اند رايت ذا كوريكت فورم، اقرا واكتب الصيغه الصحيحه. جايب لي جمله وكلمه بين قوسين خطا بصلحها. هاف يو جوت سام برجرز، لا اني ده سؤال مش عرض او طلب. هاف يو جوت اني في السؤال والنفي، وهاف سام فيجيتابلز مش اني طبعا عشان ده جملة من ايه مثبتة، يبقى اني في النفي والسؤال وصم في الاثبات والعرض والطلب، ده سؤال فحطينا اني، ده جملة مثبتة فحطينا صم. This is not، هو قال لي ان بيوتفل بلانت، بيوتفل دي بادئة بحرف ساكن والنبات ده مفرد، ما دام الكلمة مفرد او هنا الصفة حتى اللي بتصف الاسم مفرد بحط او ان، بحط ايه او ان. فهنا يا مستر ليه حطينا ايه مش ان؟ عشان دي بدأ بنطق حرف ساكن مش حرف متحرك، يبقى ايه او ان قبل الاسم المفرد، ادوات نكره، وهنشرحه الجرامر ده في كورس تاسيس الجرامر، هتسيبوه او هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هنا ايه قبل الاسم المفرد المبدوء بنطق حرف ساكن، طيب وان قبل الاسم المفرد المبدوء بنطق حرف متحرك. هنا سؤال تالت، رايت بلوج، اكتب مدونه من حوالي 30 ل 40 كلمه على يور فيفورت فود، طعامك المفضل. هنشرح ان شاء الله الايميل والمدونه وكمان الباراجراف على السبوره عشان يبقى الموضوع اسهل واوضح، ولو في نقط في الجرامر ان شاء الله هنشرحها. حتى السؤال الرابع ماي بروجكت، المشروع ده ايه؟ زي ايه؟ نشاط، ميك ا بوستر، اعمل بوستر او ملصق اباوت افروت، عن فاكهه اور فيجيتابل او خضروات ذات جروز ان ايجيبت، تنمو في مصر. اعمل كده صوره كده وارسم حاجه بتنمو في مصر زي المانجا،
زي العنب وابدا اتكلم عنها. وبكده يبقى خلصنا اسئله تيست يور سكيلز واسئله تدريبات عامه على الدرس الرابع والخامس. ان شاء الله هنحله امتحانات الوحده، في امتحانين على الوحده وفي اسئله ستوب هير، هنحلهم كمراجعه على الوحده الاولى عشان ما نطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده. الفيديو القادم هيبقى ايه؟ حل الامتحان الاول والثاني على الوحده الاولى واسئله ستوب هير. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.